الثانية والأسرة أساس التنظيم الاجتماعي، تتعايش وتتواكب أو تواكب الكثير من المتغيرات اليومية على المجتمع، تطرأ عليها وعلى وظائفها تغيرات هيكلية انعكست على أفرادها، فمع كل تطور فكري وتعليمي وثقافي تتغير نظرة الأسرة للمستقبل وطريقة حياتها وما هو مهم وما هو الأهم، وكذلك أسلوب تعاطي الفرد مع احتياجات الحياة. فكيف نتأقلم ونواكب التغيرات ونبني أسرة عصرية نامية؟ للمزيد ينضم إلينا من مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية الدكتور عبد الله غازي، طبيب مختص بالاستشارات النفسية الزوجية والأسرية. دكتور حياك الله وصبحك الله بالخير، ما ادري مساك الله، لا مساك الله بالخير عندكم. اي لا وعليك الساعة 2 الفجر. الفجر اذا صبحك الله بالخير، سامحنا اخرناك عن نومتك، لكن خليني اسال انه سابقا كان البيت الواحد الكبير بيت العائلة يجمع الأسرة النواة وتفرعاتها، الأب الأم وعيالهم وعيال عيالهم لربما حتى أنسبائهم أو أنه من يتزاوج معهم من خارج هذه الأسرة، كان لها طبيعة معينة، هو الرأس ومن اللي هو الرجل الكبير في البيت، وبالتالي الكل يعني له تراتبية. اليوم الاستقلالية في الأسرة الصغيرة، أصبحت الأسرة النواة هي الأكثر انتشارا، كيف تغيرت المعطيات، كيف حتى تعامل الأسرة الكبيرة ما بينها؟ أول شيء صباح الخير. أعتقد أن هذا التغير هو استمرار للتغير الاقتصادي اللي تشهده كل الحضارة البشرية. إحنا عندنا نتكلم في السياق المحلي، سياق العالم العربي، لأنه هو كان من المجتمعات ومن الثقافات اللي فيها قوة للأسرة الكبيرة زي ما احنا عارفين. التغير الاقتصادي اللي قاعد يصير خصوصا في الخليج العربي، لما تقريبا كل دول الخليج العربي قاعد تدفع إلى الأمام أنها تكون دولة عالم أول، هذا يقتضي أنه أفرادها يكونوا جزء فعال في الاقتصاد المحلي، في العمل المحلي. هذا يعني أيضا يكون عندهم مساحة أكبر لأخذ القرارات الشخصية، فتحولت الأسرة من الوصف اللي أنت وصفته إلى أسرة أصغر قليلا لديها مرونة لأخذ هذه القرارات، الانتقال إلى مكان آخر، إلى منزل آخر قريب من المنزل. والتغير في الحس المكاني أدى إلى تغير في نمط القوة في هذه الأسرة بشكل مختلف، لأنه كل ما بعدت عن رأس الأسرة اللي أنت وصفته كل ما قل تأثيره عليها، وهذا قلة التأثير أدى إلى مساحة أكبر في أخذ القرار، أدت إلى الشكل الحالي من الأسرة اللي احنا قاعدين ننتقل إليها، وهي أسرة عصرية زي ما نحب نسميها. يا خلينا نوضح أكثر ماذا يعني أسرة عصرية. يعني احنا في الوقت الحالي دكتور بنشوف أشياء ما كناش نتقبلها، أو أسر قديمة ما كانش تتقبلها. الآن البنت تسافر وتروح تدرس وتروح تشتغل برا البلد نفسها، كمان الشاب ممكن ينفصل عن أهله أنه هو يستقل ويأخذ بيت خاص فيه دون أن يتزوج. هذه الأمور كانت غير مقبولة في فترة ما في بعض الأسر، ما بعممش. فكيف يمكن أن يتقبل المجتمع، كل المجتمع، هذه الفكرة العصرية؟ اولا الامثله التي ذكرتها هي امثله حقيقيه فعلا وقاعده تتغير بشكل كبير، خصوصا عندنا في الخليج العربي، كمان في العالم العربي عموما، في الخليج العربي خصوصا، لانه زي ما قلنا في السؤال السابق انه في تغير اقتصادي، في الدوافع الاقتصاديه ادت الى سهوله التقبل، او خلينا نغير الكلمه، التقبل اصبح اقل صعوبه لهذا التغيير اللي قاعد يصير، لانه منطقي، لانه في حاجه له، ولأنه أصبح مجتمعياً أكثر قبول لكثرة العوائل اللي تسويها في ذات الوقت، مما أدى إلى سهولة أكبر في تقبل هذه الأسر لهذا التصرف. والعكس أيضاً صحيح، في أسر ما زالت تواجه شكل من أشكال المقاومة، الصعوبة في التقبل، وهذا أدى للأسف إلى تأخر في بعض أفرادها في أنهم يلحقوا بالركب، خصوصاً من ناحية الاستقلالية الاقتصادية، وهم شافوا تأثير تصرفاتهم. ونلاحظ هذا الشيء أحيانا في أجيال معينة، عندما يكون مثلا الابن الأكبر أو البنت الأكبر تم التعامل معهم بطريقة معينة، وبعدين تم محاولة تدارك هذا الخطأ في الأصغر عمرا. فهي مسألة للأسف طبعا ممكن يكون فيها، خلينا نستخدم كلمة، ضحايا من أفراد معينين داخل العائلة، لكن هذه الطريقة في التعلم من الخطأ هي اللي قاعدة تغير المجتمع بشكل كبير جدا، لأنه القافلة تسير باتجاه واضح ما يستحمل التأخر والتخاذل. دكتور خلنا شوي نبسطها أكثر للناس. الصبح احنا عندنا اليوم الأسرة العصرية، ما هي مميزاتها؟ وهل اليوم إذا احنا قلنا والله إنه شخص
فقط العامل الاقتصادي، أم أنه لا اليوم الشباب يفكر بالدولة وبالقانون أكثر مما يفكر بالقبيلة أو العشيرة أو الانتماء يعني الجغرافي أو حتى الانتماء العشائري؟ وهذا السؤال مو بسيط، من بسيط السؤال بعد صراحة سؤال فلسفي. لا هو بسيط جدا، لأن مركزية الدولة طغت على أي مركزيات أخرى، أنا هذا اللي أقصد. صحيح، هذا الدولة الحديثة. أيوة. الدولة الحديثة اللي عايشين فيها. طيب الأسرة، دنيا القبيلة والعشائرية زمان كانت هي اللي تدينا الأمان، هي اللي تدينا المدخول المادي، هي اللي تدينا فرص للتقدم، هي اللي تساعدنا أساسا بتوفير الفرص التعليمية والتربوية اللي تخلينا نكبر إحنا كأشخاص داخل هذه الدولة الحديثة. هذا سحب قوة من القبيلة والعشيرة السابقة. لكن خلني أجاوب السؤال بشكل أبسط شوي. يلا. إيش اللي يميز الأسرة العصرية مقارنة بالأسرة التقليدية؟ اللي يميزها بشكل رئيسي هو قابليتها لإعادة كتابة المفاهيم من جديد، المفاهيم داخل هذه الأسرة بشكل يوافق هذه الأسرة بحد ذاتها. مش قالب معين نستلهمه من الماضي من الأسرة التقليدية ونطبقه علينا غصبا عنا، لا. كل كابل، كل ثنائي يكتبون قوانينهم الخاصة بينهم بين بعض بالترابط. إذا وافقت الأسرة التقليدية كان بها، لكن إذا ظروفهم مختلفة، المكان اللي عايشين فيه مختلف، الفرص اللي أمامهم مختلفة، يكتبونها بشكل تقليدي. وهذه هي العصرية اللي أنا أقصدها، التي تحمل مرونة عالية واتفاقية عالية بينها وبين أطرافها. طيب يمكن بعض الأسر بيقابلوا بعض الأمور برفض شديد، في عادات وتقاليد هم متمسكين بها، فكر معين هم تربوا عليه، يقول لك احنا عايزين نتماشى، ما يكونش في صراع أجيال، عايزين نتماشى ونتأقلم في هذه الأوضاع ولكن دون أن نخرج عن العادات والتقاليد. كيف ذلك؟ في موازنة بين الأمور؟ دائما أنا أتمنى في هذا السياق أنه الحكمة تكون عند الأشخاص الأكبر عمرا، لأنه هذه الجملة اللي أنت قلتيها بحد ذاتها هي الأشخاص الأكبر عمرا يقولونها في التعامل مع الجيل الأصغر، في محاولة الحفاظ على أصالة هذا الجيل، وهذا الشيء أنا أحترمه وأقدره. لكن في ذات الوقت أتمنى هم يعوا أنه الزمان تغير ويسمحوا للجيل الجديد أنه يكون مفاهيمه الخاصة، يكسر تابوهات. طبعا، لأن طيب. التابوهات تابوهات زمنية لم تعد تابوهات ممكن في عالم اليوم وعصر اليوم احنا عايشين فيه. شكرا ودائما نعم دكتور عبد الله، للأسف يعني احنا وقتنا انتهى، ان شاء الله نكون معك في لقاءات مستقبلية يعطيك العافية ونبسطها اكثر، لا تزعل. شكرا جزيلا للدكتور عبد الله غازي، الطبيب المختص في الاستشارات النفسية الزوجية والأسرية، شكرا جزيلا لك.